هدف الملتقى إلى إشراك المرأة في محافظة مسندم بالمقام الأول للمشاركة في مختلف المجالات المعنية بالمرأة وواقع العمل الإنساني، إضافة إلى عرض نماذج حية لتجارب فريدة ومتميزة. هذا الملتقى هو الأول من نوعه في هذه الملتقيات التي تسعى إلى إبراز دور المرأة المسندمية في الأدوار المختلفة، الأدوار الثقافية، الإعلامية، الصحية، التي تعنى بصحة المرأة عامة، النفسية والبدنية والصحية. دور المرأة وقدرتها على تحمل الصعاب والتحديات وإيجاد الحلول والبدائل لمعالجة القضايا الإنسانية كان من أهم محاور الملتقى. المرأة تحتاج إلى الكثير، خاصة في وقتنا الحالي في ظل التطورات والثورة المعلوماتية والثورة الاتصالية، وهي بحاجة إلى أنه هنالك تداخلات وهنالك عطاء وهنالك يعني معلومات تقدم لها في تخصصات معينة. فالملتقى شامل، يشمل صحة المرأة ويشمل المعرفة ويشمل الخدمة المجتمعية اللي هو العمل التطوعي، ويشمل أيضا الحديث في مجال الإعلام وتأثير منصات التواصل الاجتماعي على المرأة. كما هدف الملتقى إلى استضافة عدد من رائدات الأعمال للتعرف على المشاريع التجارية التي تعمل عليها والتي تخدم المرأة، مثل تنسيق الزهور والحلويات ومستلزمات النسائية والخدمات التجميلية، مثل مراكز التجميل والعناية والاهتمام والعطورات. المرأة في محافظة مسندم قدمت نفسها بشكل مميز على خارطة المرأة داخليا وخارجيا، وهذا الملتقى يعد إضافة أخرى في هذا الاتجاه. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي.